لو الحكاية فيها إن فيجو هيقدم ثلاث نصائح، ثلاث نصائح يعني هيقول ثلاث حاجات عشان تطور حياة المتزوجين. طب الفريق التاني هيعمل برضه حاجة لطيفة أوي، ده فريق المحسنين مش المحسنين، لا فريق المحسنين. هيعمل إيه؟ هياخد الثلاث نصائح دي ويطورها، يبين وجهة نظر أخرى في الثلاث نصائح دول. جو قوموا حضراتكم. احنا لاحظنا لما كنا في بنحلل البيانات عندنا في دار الافتاء المصرية، وجدنا ان في من 5000 فتوى بتجينا في الشهر في الفتوى الشفوية بيكون منهم 3800 فتوى مخصصين بالطلاق. فعشان نقدر نتعامل مع قضية الطلاق اللي بقت قضية في الحقيقة انتقلت من كونها مشكلة الى كونها ازمة، ابتدينا نعمل اول منتج من منتجات وحدة الارشاد الاسري، وكان منتج هو دورة مقبلين على الزواج. لما فكرنا في انشاء برنامج تدريبي كان عندنا تحدي اساسي. ايه التحدي الاساسي؟ ان المشكله بتتكلم عن مشكله حياتيه مش مشكله فقهيه، فكان لابد ان البرنامج ما يكونش برنامج ديني بالقدر الكبير. فلذلك خلينا نسبه الجرعه اللي تتعلق بالاحكام الشرعيه هي 10%، وال90% بتتعلق بكل جوانب مساله الحياه. مش الهدف بس ان هو حلال وحرام لا دي يجوز ودي لا يجوز، لا هو بيتعامل معاك من الجوانب الصحية وفي جوانب نفسية وفي طبعا جوانب بتتعلق بأمراض الذكورة بالنسبة للرجال أو أمراض اللي تخص الإناث وكده. وفي شعار جميل قوي هنا تعلمناه، إزاي أكون إنسان قبل أن أكون زوج. النصيحة دي كيف سأفعل؟ فلذلك النصائح من عالم الخصوص ولا من عالم العموم؟ الاساس النصيحه من عالم الخصوص. البرنامج في الحقيقه حقق نجاح كبير جدا جدا جدا. احنا بكلمك في البرنامج التاسع، احنا البرنامج العاشر تم حجزه، وبرنامج ال11 تم حجزه كمان. الحقيقه فتاوى الاسره تاتي في قلب الفتاوى التي تعنى بها دار الافتاء المصريه، لانها هي قلب النابض للوطن والحفاظ على الاسره بمكوناتها، العلاقة بين الزوج والزوجة والعلاقة بين الزوجين والأسر الزوجين والعوائل، وكذلك العناية بتربية الأبناء. هذا هو الحاضر والمستقبل. أنا بشوف أن الرجل والست هم أكتر اثنين يقدروا يحلوا مشاكلهم.